يا حليلك يا سعيد. الظاهر اجازتك كانت مو بسعيده. مسكين سعيد وجهه وديه وريوله كلها بقع حمراء، وسببها بق الفراش او البيد باجز، وهي طفيليات مؤذيه تعيش على دم الانسان، واكثر اماكن انتشارها الفنادق، حيث تلقونها مختبئه حوالين السرير والمخدات. وهالحشرات حجمها لا يزيد عن 7 مليمترات، وهي معروفه بين البشر منذ الاف السنين. وابتداء من سنه 1980 تحولت الى وباء عالمي بسبب توليدها مقاومه لبعض المبيدات الحشريه وازدياد معدلات السفر حول العالم. حتى لو كنت يا سعيد في فندق 5 نجوم ممكن يهاجمك بق الفراش لو كان اللي حاجز الغرفه قبلك نقل العدوى معاه في الشنطه، خصوصا لو كان جاي من منطقه موبوءه. وحط في بالك ان البق يتحمل ظروف السفر ويقدر يعيش اكثر من اسبوعين من دون طعام. لدغه بق الفراش تكون عاده على شكل مجموعات وتسبب حساسيه وحكه شديده جدا وارهاق بسبب عدم النوم. ولحسن الحظ الاعراض تكون خفيفه جدا ما بين 20 الى 70% في بعض الحالات، والعلاج يكون بوضع كريم كورتيزون موضعي على مكان الاصابه وتناول حبه مضاد الحساسيه الى ان تختفي الاعراض. وعساكم دوم بصحه وسعاده.